العزيز ان املنا على خدمه شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخليه وانما نحرص ايضا على اقامه علاقات وطيده مع الدول الشقيقه والصديقه وخاصه دول الجوار وخلال هذه الاشهر الاخيره يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر وهي علاقات مستقره تتطلع لأن تكون أفضل وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه، هل تجندها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.